السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين، حياكم الله ويا رب تكونوا بخير وعلى خير دائما. اليوم غادي نوجد لكم واحد الصينية ولا نقولوا بلاطو ديال لاصوص بيشاميل بالطريقة سهلة مهلة عادية جدا جدا بحال اللي تشوفوا. هذا هو الصينية ولا البلاطو. هنا عندي واحد البيشاميل كنوجدها بطريقة سهلة، يعني الطريقة ديال الدراوش بحالنا، شي ديال داك الناس هاي كلاس. درت هنا الحليب، عيني ميزانة بصراحة ما عبرتش، درت الزبدة، درت هنا ثلاثة المعالق ديال الدقيق غربلتهم، درت يا ربي ربعة المعالق ديال الدقيق حيت درت الحليب بزيادة بحال هكا كان تنغربلوهم. هنا ثلاثة أربعة ممكن وشي حاجة، أربعة وشي حاجة أظن إلا ما حت نكذب. المهم أيوة ربعة ونص، ربعة المعالق ونص غربلتهم هكا وخلطتهم هكا مع بعض. درت لها داك ونغربلتهم مزيان باش ما تحبش، وكت تنحلوها هكا مزيان في هذا، عاد كنديرها في الكوبوطه. كايز هاد البيشاميل سهلة، بدل ما تبقايش انتي عاد تعبي راسك وداكشي تيتسويت. هانتي تنحركها هكا مزيان بحال اللي شتو، تا كنحيد داك الكلاكيع حيت الدقيق مغربل كنبقاو عليها هكا، حتى كنحيدو لها ديك الكويرات كلها كتحيد بحال اللي شتو، عاد كنحطها فوق النار. الله ينجينا وينجيكم بحال هكا. المهم علينا خوتي كتجي سهله. هي إيه الا عندك الماء على فكره نسيت ما بينت لكمش داك هذاك الفرماج، فرماج مربعات ولا لافاش كري ولا كري، هذا اسمها بهارات الكاري، هذا بهارات الكاري هنديه، بهارات الهنديه الكاري كتجيها غزاله مع الجبنه مع مليحه. هي درت مليحه ما كنت درت غير باش نبين يدي، هذه مليحه يا خوتي ايوا مع داك الجبنه عرفتي كي كتجي واعره. شنو ما عندك المثلثات لاباش كيري ولا كيري، المهم اللي عندك حطيه، ديك الجبنه كتزيد واحد المذاق واعر واعر. المهم حتى كنبقى نخلط هكا هكا حتى كتوجد غير، والنار مهيله وديه وديه في هاد سميتو هاد لاسباتيور، كنبقى نحرك بها هكا. المهم حتى كتعقد مزيان هكا حسن، عاد كتبقاي ديري الطحين وتبقاي تحمري وتعيدي عاوتاني ديري الحليب. هذا هو اللي ولات حتى في المطاعم على فكره، هذا هاد لاصوص بشاميل اللي ولات ما بقاش داك سميتو كيديروا كل حاجه بوحدها، ولاو دابا كيديروا الزبده مع كل شيء وكيطيبوا مره واحده. هي كتزينها الاجبان، اي جبنه عندك حطيها، اي فروماج عندك حطيه في لاصوص بشاميل كيجي بالمذاق يا سلام. المهم عندك ميزانك المليحة خوتي. هنا بعد ما وجدتها درت واحد شويه الكفته ماشي شويه، المهم درت هنا اوراق الغار او سيدنا موسى، حنا نقول عليه اوراق سيدنا موسى هكا. المفروض ندير لها البيشاميل، ولكن انا كياكلوها لازم ندير لاصوص مع 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 البيشاميل، ما كيبغيوش ياكلوها لي هكاك، لازم ندير فيه حتى شويه د الحم ماشي مشكل. المهم علينا يا خواتاتي يا خوتي، مليحه دائما طريقه يدويه حلي شتي غزاله الفنات. ايوا ما شاء الله وصف. كنزيد اللهم صل وسلم على سيدي محمد. شو هذا الخرقوم؟ انا الخرقوم هذا ونيت بهارات الكاري العطريه الهنود، شو هذا البزار ما تنديرش، ما درتش انا مطيش، درت غير مطيش هذا الحك. المهم تنشحرها مزيان مع هذه العطريه هكا، هذا بهارات الكاري تنشحرها هكا حتى كطيب لي الكفته مزيان ياكم، مع شويه الزيت الزيتون وزيت الروميه الجود من الموجود. هذه الكراتان ديالنا ولا هذه شعبيه ماشي ديال الناس ديال الشيك، هذه لاصوص بيشاميل شعبيه ديالنا
الناس الدراوش الحامله. ايوا المهم تنخلط كنطيح كنخلط اخوتي حتى كنحدو كنزيد شي شويه د الماء وكنخليها حتى كتختار كتغلي غير بشويه عليها. دابا غنزيد شي شويه د الماء ياكم شفتوا ها هي دمرقتها وكنخليها حتى كطيب وتنحط عليها المكرونه. ونزيدكم واحد الحاجه انا كانت عندي المكرونه او سميتها هي هذيك المكرونه كانت عندي ماشي ديك الماركه الممتازه ديك الماركه الممتازه ما كتهراش انا جبتها عاديه. المهم نشيك وشاي اللي كاين تنديروه حنا ما كنفشروش. كاينه وحده هنا كيدير 5 دريال عندنا غزاله يعني كتبقى شاده واخا كتطلق كتبقى شاده. وحده كنجيبها من واحد البلاصه فواحد السوبر مارش الماركت هنايا غير تسقيس هذيك تترخى كتولي تقرض. اي المهم اللي دخلت في الكرش حتى واحد ما شافها. كنشارك معاكم كنشارك معاكم كلشي ما كاينش شيكي كنشارك معاكم كلشي الزين والشين والجود من الموجود. اخوتي يا خواتاتي ها انتما في الهضره بزاف نصدحكم ولكن ماشي مشكله سنصمت قليلا بحال شفتوا. المهم فاش كنقصو تاع المكرونه بعد ما سلقتها خليتها تصفى هنايا المكرونه هكا مزيان سلقتها قبيله سلقتها شفتوا ها هي عندي غير المكرونه هذا لاصوص بيشاميل ديالنا خليت على جنب. هنا عندي البشاميل معايا لحظه جبتها. المهم يا المشاهدين هنا درت هاد سميتها المكرونه ديالي هنا نجرى فوق النار بعد ما تخلات لي هذيك لاصوص وغادي غادي نحركها شويه وغادي نديرها في الطاسه اللي غندخل الفران. هذه هي موزاريلا المشاهدين الغزالات ديال الفنات ديال الدريوشات غادي نديرها. ايوا هنايا بعد ما درت اخوتي داك لاصوص درتها في السينيا السينيا مدوره هذيك نزيد ندخلها الفران درت عليها هذه الجبنه موزاريلا. ايوا انتم ماشي درت غرقتها داك الشيء خفيه هضريته صافي وزارين هذيك انا خوتي وليداتي. المهم ها الماكله جاهزه ماذا ما نقولكمش واخا داك الشيخ فيه خاطيني الشيكي خاطيني. المهم وهو المهم غادي نزيد شي حاجه خاصها غادي نديرها غادي نشوف هذاك الفايكي طيب الحواله داكشي كيكون حتى الماكله كي جات ومعجبه هاد السوق ديال البكا ديال اللي كندخل عندي وحده الدجاج كانت صغيره اللاطه تاع شفتو الفران صغير غزاله غزاله حلوه معايا. المهم هذه هي تحمرت حطيت شعلت عليها من التحت مزيان عاد عاود شعلت عليها جوج دقائق من الفوق. ايوا صافي ها هي واجده بالصحه والراحه جربيها. ما تنساوش تكتبوا لنا شي تعاليق زوينين فحال وجهكم اخوتي يا خواتاتي وربي يوفقكم ان شاء الله بما فيه الخير. تحياتي للجميع الى اللقاء في فيديو اخر. يا الغزالات يا الفنات ربي يحفظكم ويعطيكم إلين ما يرضي.